توقع وضع ليلى عبد اللطيف بموقف محرج، يا ترى شو هيدا التوقع؟ نشاز أحلام بحفلتها مع سعد المجرد يثير الجدل، إضافة للإطلالة الرائعة لوديع الشيخ، وموقف لا تحسد عليه أبدا أنغام بأحدث حفلاتها. إطلالة غريبة عجيبة لإلهام شاهين بافتتاح أحد الأفلام، شخصيات غريبة عجيبة بالعراق، إضافة لمواضيع أخرى مثل العادة ما رح فيكن تقفوا ولا موضوع، خليكن متابعين. بمقابلة أجرتها مؤخرا ليلى عبد اللطيف مع ام بي سي مصر، سألها المذيع شو توقعاتها بخصوص الفريق المصري بالدوري الأفريقي. خلينا نشوف شو التوقع يلي قالته ونعود للتعليق. الشعب المصري بيحتفل بالشوارع، نعم زي ما حكيت عن المغرب، لما حط شي براسي وضلني أقوله سبحان الله لما يصير، فإن شاء الله بجي أنا بحتفل معاكم. أتمنى من اتحاد الكرة المصري أنه يتقدم باستقالته. الشعب المصري ما عم بيلحقوا احتفالات، جايبين البسبوسة والنمورة وناطرينك لتجي لعندن ولتحت الأرض ريتك. لا، وكل اللي استفزني بالموضوع أنه هي إذا حطت الشغلة راسة بتصير، ليش مين انت حضرتك؟ صايرة الثقة كبيرة عشوائي، يعني جلالة قدرك بدنا نروح على وضعنا يا اختي. اوكي في كم توقع زبط بس شي كتير، هي اللي صار معك نتيجة التطبيل. كل ما تطلعي على تلفزيون دولة معينة منجي منطبل الرئيس الدولي ها والوزير هذا، جيتي سألك عن الفريق بدك تفرحي الشعب المصري، يلا توقعتي له انه ينجح الفريق، بالاخر ما زبط التوقع وصارت مصداقيتك يعني عم تلعب. خلوا التطبيل للرقصات، اذا بدنا نجي نطبل اشياء حلوه لكل دوله بنطلع على التلفزيون تبعها، ساعتها المصداقيه بالارض، واكيد لا يعلم الغيب الا الله بغض النظر عن موقفنا من موضوع التوقعات، وكلنا كان انه ودنا انه يربح المنتخب المصري حتى لو انت كنت متوقعه هيدا الشيء وما زبط. بأحدث حفلات وديع الشيخ لفت الأنظار بالطريقة يلي طلع فيها على المسرح، ليش يا ترى؟ خلينا نشوف. لا الغنية حلوة كتير، زلزال وتسعة ريختر، بس الزلزال الأكبر والهيبة كلها راحت لما شفنا هالجاكيت. يا خي مين عم يختار لك إطلالاتك؟ معقولة عم تستعير هالتياب من ريم السواس وسارة زكريا؟ من وين حاضب هالجاكيت يلي كانت تروح فيها خالتي على الصبحيات بالتسعينات؟ من وين؟ مين عم يختار لك الإطلالات هيدي الرائعة المدوية؟ معقول راسك تجي تلبس لنا جاكيت وفيها شراشيب؟ شو ناوي تطير؟ شو متأثر بهيفا وهبي بالأبوعة اللي كانت الشراشيب اللي كانت لبستها بغنية وصلت لها؟ يما معقول يا جماعة، يعني في ذوق رجالي وذوق نسواني، معقول عم بتفوتوا على زون النسواني بالغلط وتختاروا تيابكن؟ بأحد المناسبات يمكن بفرنسا اجتمع كل من أحلام وسعد المجرد، وقررت أحلام تطرب الجمهور. خلينا نشوف كيف تربطهم ونعود. تكسر الخال، والله ما حدا انكسر خاطره الا سعد المجرد وهالجمهور يلي ما عم بعرف كيف عم بيتحملوا هالصوت الجياش. يعني صوتك ازعج من صوت لما امي بتكون عم بتعزل الصالون وعم تشحط الكنباية على البلاط، يا محلى صوت شحطة الكنباية. لا وبيجيبون ليحكموا ببرامج الهواة وبيقعدوا يتفلسفوا، هاي عم بتنشز، هيدي منصايب الطبقة وهيدي ما بعرف شو بدها شغل على حالها. شو هيدا يا عمي؟ شو هي؟ حشا الله وجعوني ديني، ما قدر يعني وطيت الصوت ما قدرت كمل الفيديو. يمكن انتوا هلأ كمان انزعجتوا انتوا عم تسمعوا الفيديو،
مشان هيك برامج الهواة لما بتكون تختاروا ناس تتحكم على الأصوات ما تختاروا ناس مشهورة، اختاروا أكاديميين أو ناس متعلمة. مش ضروري كل إنسان صوته حلو يعرف ينشر ويطلع فنان، في كتير عوامل بتساعد إنه الإنسان يطلع فنان، ملايكو أحلامه والنشاز اللي عم تعمله، وفي كتير غيره نفس الوضع. بمقابلة أجرتها جيسي عبدو على قناة MBC أعلنت إعلان لأول مرة وآخر مرة لح تعلنه. خلينا نشوف شو هالإعلان ونعود. للمرة الأولى والأخيرة، لأنه برجع بقلكن أنا بحب حياتي الخاصة تكون خاصة لإلي. نعم من خلال هيدي الصورة خلص حرموني أني حط ولا صورة بقى، بس أي نعم أنا متزوجة، بحب خليها برايفت. وأجت ميريام فارس الثانية، صايرة موضة جديدة هلأ بيتجوزوا العريس وبيخبوه. بدنا نعرف يا أختي أنتو شو عم تتجوزوا، شو مجوزة جرة ذهب، مجوزة تعويض من البنك من المصرف خطيه وبدك تضبيه ما تخلي حدا يشوفه، شو هالموضة الجلاء اللي جاي جديد بيتجوزوا بيخبوا العريس يا عمي؟ شو بتجوزة يعني مخلوق مهدد بالانقراض بدنا نستخرج منه الحمض النووي تنعرف مين؟ شو هالجلاءة هيدي؟ لا وخايفي من الحسد يا اختي، مين حاسدك؟ العالم عم تتجوز بشوفك اليوم الشيخ مليون عقد زواج ما بيلحقوا، تجوا تقولوا لنا مخباي العريس ما حدا باله فيك، بس عم بتقلك مبروك ولي تحت الارض رايتك جرسينا. صدمت إلهام شاهين بإطلالتها أثناء حضورها لافتتاح أحدث فيلم يلي مشاركة فيه زميلتها هالة صدقي. ليش؟ خلينا نشوف. هذه الإطلالة تأتيكم برعاية المزرعة السعيدة، يعني كتير شاغلة على الإطلالة، أسود وأبيض وحزام بالنص مثل الحزام WWE، وصار عندنا مدافع من قدام ومدافع من ورا، أبدا ما كانت حلوة أو لايقة على الإطلالة. بتحسوا هيك إطلالة خرج افتتاح منتج ميلك شيك جديد، مش خرج افتتاح فيلم جديد، شكلها مضايعة الأخت بمناسبة الافتتاح. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. موقف محرج حصل مع أنغام أثناء تأديتها أحد أغانيها على المسرح، شو صار معها؟ خلينا نشوف. دور علي وحس بيا، كلنا عم ندور عليه وكلنا ما بعرف اذا حسينا او ما حسينا، ولا تحت الارض ريتك يا كاميرامان. مفروض يكون الكاميرامان منتبه انه صار موقف محرج، ما فينا نلوم عليه للمخلوقة. وقع الحلق واجا بالرمان بين الرمانتين، صار بدها تشيلهم من عبها، بتعرفوا الماس او بيكونوا ماركات انه ما فيها تنطر لا تخلص الحفلة بعدين تجي على الأرض وتجي عليها. صرنا كلنا عم ندور وين صاروا الحلقات مش بس أنغام. حبيت إنه معاني الغنية متناسقة مع الأحداث، يعني فيديو كليب صوت وصورة، الشعب كله عم بدور على حلق أنغام. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. نشرت هند القحطاني فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، صار ترند، خلينا نشوف ليش. هند القحطاني من دون مقدمات دغري على المؤخرات، ما بتحب المخلوقة لا تلف ولا تدور، لا شو تتعمل مثل بقية الفنانات بتجي وبتعطي الكاميرا لحدا وبتبرم له الدريير وبتتغندر قدامه وبتصير عاملة حالة ما أنا منتبه أنه صورني من ورا وكأنه ما حدا درى. لا الست هند القحطاني دغري فاتي بالموضوع، دغري عملت الكنزوم على البضاعة، عرفي الشعب شو بده وعرفي جمهورها شو بده. المخلوقة صريحة أنه أنا جاي لصور لفرجيكم البضاعة، لاش لا بتحب لا اللف ولا الدوران الأخر. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. شخصيات مثيرة للجدل بشكل انتشر لها بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليش يا ترى؟ خلينا نشوف.
السلام عليكم، تحياتي كل اللي شايف هالمقطع راح ينشر على تيك توك بحساب رضا الخفاجي ابن عمي قائد راسي الله يحفظه بجاه محمد وال محمد، فضل من رب العالمين ورابطة اولاد حضر الكرام. السلام عليكم، حيا رضا الخفاجي، حيا الله محسين الذهب حاتم، تحياتي لاخوتي الاعلام الله يحفظهم بجاه ابن ابي طالب سيد الدنيا والاخره، ما عندنا غير حليب. حدا يفهمني من امتى طلعوا ابو جهل وابو لهب من القبر بسند كفاله؟ يا عمي ولا الشخصيات الشريره بافلام الكرتون، عشو بدنا نعلق تنعلق على اللحيه اللي عامله مثل فرشات الحلاقه، ولا على حواجب شرشبيل، ولا على الخواتم اللي كل خاتم هالقد قده؟ يعني فعلا مناظر تحفه. اذا بتجوا بتعملوا تريو مع ريهام سعيد من بعد التجميل مع سحبه العنان للشياطين مثل ما هي مسمتها، عن جد واذا عن جد في شي منتج جدي بيجي بيعمل فيلم مع شخصيات شريره برعايه ريهام سعيد كتب فعلا، وما عم بمزح انه هيك كاركترات لازم ياخدوها على الافلام، يعني مش في شيء غريب عجيب بيلفت النظر. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. صار فترة ما اطلعنا على الوضع الفني بنايت كلابات متقاعدي السلك وشوفريت الكاميون، خلينا نشوف شو عنده المواهب جديدة ونعود للتعليق. شكل الاخت درست ادب انجليزي ما لقيت شغل، نقلت على قلة الادب، من الادب لقلة الادب ما في فرق ابدا، ولتحت الارض رايتك. فعلا بتأسف لانه عن جد البنت بغض النظر عن شكلها وعن كاركتيرها صوتها حلو وحتى ادائها باللغة الانجليزية يعني لا بأس به، فضيعانك تروحي وتغني بنوادي متقاعدي السلك وشوفريت الكاميون، محلك مش هونيك، هونيك نحن معودين على الأصوات الجعرية والأشكال الغريبة العجيبة، أنت شو عم تعملي هونيك؟ ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. بتعرفوا عطول صايرين العروس والعريس بحبوا يعملوا برومو قبل العرس، خلينا نشوف هالعروس والعريس المصري شو عملوا وليش انتشر المقطع بشكل كبير. الحجاب يبكي في الزاوية، ما بعرف إذا أنتوا عم تتجوزوا ولا عم تعملوا ألعاب خفة، يعني فجأة شفنا العروس محجبة أبرة كدبرة اختفى الحجاب، شو هذا يا أختي؟ حدا يفهمني، عم حاول استوعب وصرت عم شوف هيدي الظاهرة كتير وخصوصي بمصر، بدنا ننتبه، بتكون مثلا الست مصرية بتروح بدها تعمل إعلان ل مزين شعر فجأة بتقلع عن راسها بيعملها شعراتها بينشروا الفيديو، تاني يوم ترجع تلبس الحجاب، شو هذا؟ يعني حجاب مؤقت يعني بيجي وان تايم وخلص وان نايت ستاند حجاب؟ ما عم بفهم، يعني يا محجبة يا ما محجبة المخلوقة. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. هيك منكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة، مثل العادة ما فيني ما أتشكر جميع الداعمين يلي عم بيساهموا بتشجيعنا على تقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي من خلال ميزة السوبر تانكس، شكر كبير لأساري العنازي، شكر كبير لجميع الأشخاص يلي عم يتواصلوا معي على انستغرام لاقتراح المواضيع يلي في جزء كبير منهم انتم نقيتون بهيدي الحلقة، إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم شيء لحتى ما يفوتكم أي شيء جديد إنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.